السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يديم عليك يا رب. رب وياك. أمين. بقول لحضرتك، ماذا يلبس في القدم أثناء الطواف؟ يلبس في القدم أثناء الطواف، تعني طواف النسك أو طواف تطوع؟ يعني طواف النسك. طواف النسك يعني طواف الحج أو العمرة. نعم. يلبس ما لا يغطي الكعبين، أعني العظمتين الناتئتين، يعني اليمين والشمال. حتى لو كان مخيطا شيخنا؟ يلبس ما لا يغطي الكعبين، بارك الله فيك. وهذا من أول الإحرام أم أثناء الطواف فقط؟ لا، من أول الإحرام. من أول الإحرام. والنظارات الشمسية كذلك ليس فيها مشكلة في ليس فيها مشكلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وياكم.